إن للغة قيمة جوهرية كبرى في حياة كل أمة، فإنها الأداة التي تحمل الأفكار وتنطق المفاهيم وتقيم بذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة، وبها يتم التقارب والتشابه والانسجام بينهم. إن القوالب اللغوية التي توضع فيها الأفكار والصور الكلامية التي تصاغ فيها المشاعر والعواطف لا تنفصل مطلقاً عن مضمونها الفكري والعاطفي. مرحبا، نحن اليوم بالمدرسة اللبنانية لحتى نبسمه مباشرة موضوع كتير مهم وكتير متداول يلي هو بالنهاية اللغة العربية. اللغة العربية هي هويتنا. لماذا أصبحت اللغة العربية لغة ثانوية برأيك؟ نظام العولمي القائم وهو سيطرة الدول الكبرى على العالم، والدول المسيطرة على العالم ولا واحدة منهم عربية، يعني كان أمريكا ولا كان يابان ولا كان روسيا ولا الصين. اللغة الإنجليزية أصبحت اللغة الأكثر شمولية بين الناس، والتي تجمع بين الناس، والتي تمكن الناس والشعوب المختلفة من التواصل. هذا لا يعني أن اللغة العربية أصبحت في 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 مجاهر النسيان، لا، ولكن هذا يعني أن اللغة العربية كاللغة الفرنسية أيضا تراجعت إلى مرتبة أن تكون فقط لغة العلاقات الاجتماعية ولغة المستويات الثقافية والفكرية. مع شركة مضطر أملى البيانات كلها باللغة الأجنبية، بتشات كمان باللغة الأجنبية، حتى بحكينا تاخد كتير لغات أجنبية عليها وصار جزء منها. الثقافة العربية بالمعنى هي اللي انفقدت، مش اللغة اللي انفقدت، باللغة محافظة على حالها، بس الثقافة العربية اللي انفقدت عنا نحن البرامج بنحضرها كلها أجنبية، الأفلام، المسلسلات، الأغاني، صارت جزء من حياتنا. إذا بيجي أجنبي بتضطري تستعملي معه اللغة، صار بكل المدارس، صارت انترناشونال لانجويج. أهم مية اللي بتحتلها اللغة العربية بالعالم؟ بالعالم الغربي اللغة العربية كتير مهمة وكتير أساسية، وواحدة من أهم اللغات وأصعبها اللي واحد ممكن يتعلمها، واللي بيتعلمها كتير بينشاف كإنجاز، بيطلع له كإنجاز كتير مهم بحياته، وبلاقي من مجال العمل كتير فرص حتنفتح له. ولكن بالعالم العربي عم نشوف إنه اللغة العربية عم تتهمل. شو التغيرات اللي شهدتها اللغة العربية على مر العصور؟ اللغة العربية كأي لغة حية، أي لغة محكية ولغة متعامل بها ومتداول بها، شهدت عبر التاريخ تطورات كبيرة وفاعلة، طبعا لتطور من جهة الأخلاق الجماعية، طبعا لتطور من جهة تانية الحاجات الاجتماعية. قبل كنا نستعملها كتير بحياتنا اليومية، هلا صارت not in necessity، يعني كتير مع الأهل والجيل القديم. إذا بدك كونك ألماني، ليش اخترت مدرسة بتحتل اللغة العربية لغة أساسية بموادك؟ عنا بأوروبا بقولوا إنه العربي أو أي لغة ثانية الواحد لما يعرفها بتعطيه كتير تقدم بالحياة، وبيقدر يستعملها كسلاح بمستقبله وبشغله. شو هي المرتبة اللي بتحتلها اللغة العربية بموادك؟ أنا حالياً بناخد اللغة العربية ونستخدمها بكل موادنا الأساسية إلا المواد العلمية. التربية، التاريخ، الجغرافيا، الاقتصاد، الاجتماع. تقدر تعبر منيح بهالمواد لازم تكوني متمكنة باللغة العربية. نحتاج اللغة العربية في حال ما كانت عندنا، فمش حنقدر نفهم هاي اللغة بتاعتها. شو بتسمع أكتر شيء، أغاني بالإنجليش ولا بالعربي؟ أنا بحب الأغاني العربية. العرب في أحاسيس، في موالات بتطلع مثلا، خاصة العراقية كمان والشامية. غير هيك مثلا أنا مود تعولي مثلا طالع بالسيارة مثلا، بحب أسمع دبكة عربية. ما بتلاقي دبكة عند الأجانب، بس بتلاقي دبكة عند العرب. هي حلاوة اللغة العربية وخصوصا الموسيقى القديمة إنه بيحكوها كل غنية وإلها رسالة معينة. بسمع الاثنين صراحة، بس الإنجليش أكثر. الإنجليش أكثر لأنه بحس اللغة أسهل للواحد يفهمها. لقد غدت العربية لغة تحمل رسالة إنسانية بمفاهيمها وأفكارها، واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم شتى، كان العرب نواتها الأساسية والموجهين لسفينتها، اعتبروها جميعا لغة حضارتهم وثقافتهم، فاستطاعت أن تكون لغة العلم والسياسة والتجارة والعمل والتشريع والفلسفة والمنطق والتصوف والأدب والفن.